السلام عليكم خواتي، مرحبا بكم معكم مفتاح ميسا لحلقة جديدة على قناة ماك فور. كيف الحلقة خواتي؟ جبنا لكم البومليوز 500 واط من توتال وراح نشوفوها كيف كيف. اول ما كتبتها الصندوق راح نلقوا البومليوز تاعنا، نزيد نلقوا عندك الجيد هذا، نلقوا فيه كيف كيف دوزيام جيد. دوك نشوفوا كل واحد الاستعمال تاعو. عندك هنا كلي يفتح وواحد زوج بياسات، وعندك هنا في الاخر دليل الاستعمال وشاربون. هذا واش فيه الصندوق، خلوه ابار. نجيو نشوفو لا بوملوز تاعنا. هاديك بوملوز، هادي تمشي ب 500 واط. هم لي زانفورماسيون كاع تلقاهم فيها. 500 واط 3300 ولا 33500 دورة في الدقيقة. الكولي ديامتر تاعها 6 ملم، ماكسيموم تاعها 6 ملم. هادي هنا تلقى الاسم تاعها تي ال تي 5001، وتاريخ الصنع تاعها 2021. هذا مكان، هذا واش فيها. نشوفو لي جيد هادو لي جاو معاها. عندنا الجيد الاول يركب هنا، تركبو هنا، وهذا تسمى يعاونك باش كي تولي تخدم، كي تولي تحفر بها تحفر لك بخط مستقيم، يعني ما تعوجلكش. تشوف هنا مثلا عندك اللوحه هذه، وعندك هنا الرولمو، هنا تحدد فيها يعني تبدل العمق، طلع وتهبط العمق. وهنا يعني تدخلها ولا تخرجها. بعد سيري تبدا تخدم رولمو. هذه توشي هنا في اللوحه، يعني باش تعطيك خط مستقيم في الخدمه. زيد عندنا باش تحدد العمق ثاني، تفتح هذه وتهبط وتطلع فاسيلمون كيما تقدر، يعني كي تحب تطلع مليمترات ولا تقدر تدور هذه. هذيك عندك من هنا جنب مسطرة باش تشوف بها القياس. باش تركب هنا المش تاعك واش دير؟ تكليكي على هذه الكحلة هذه، وتجيب الكلي تاعك المفتاح يجي معاها، تفتح تحط المش تاعك وتعاود تزير فاسيلمو. هنا هوريلك هنا اتجاه الدوران تاعو. زيد عندنا المسطرة هذه، نركبوها ونشوفوها. هذيك المسطرة تاعنا كيف تركب، هنا تخدم الآخر، تحط لابومليوز تاعك وتخدم بها. سهلة مهلة. خلينا نسيوها نشوفو الموتور تاعها القوة. نسيو لابومليوز تاعنا، نسمعو الزفة. بسم الله. هنا خاطي في جناب هذه اللي باش كي تبغي تبدل الشاربونات، تفتح هذه، تفتح من هنا، تفتح من هنا، وتركب الشاربون تاعك. وهذا مكان، هذا مكان. حبيت نفهم هذوك بياسات من هنا، سيديهم كيف كيف.
لا ما تركبش هنا، فهمتش؟ في الاخر كان هذا كل شيء في حلقه يوم 50 سنه، الحلقه القادمه ان شاء الله لانه ديما كاين جديد. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.